نستهلها بجريدة النهار الجديد التي عنونت في صدر صفحتها الأولى بالبنط الغليظ: اللحم ب 1750 دينارا، الطماطم ب 150، والسلطة بشلاغمها. حيث شهدت أمس مختلف الأسواق الوطنية توافدا كبيرا على طاولات الخضر والفواكه التي قفزت أسعارها إلى مستويات خيالية، خاصة تلك التي يكثر عليها الطلب، كما هو الحال بالنسبة للكوسة، الخس، البقدونس والكزبر، الذي وصل سعر حزمة واحدة منه إلى 50 دينارا جزائريا. وكتبت وعنونت أيضا: 3 قتلى مفقود وجرحى بسبب الفيضانات في 7 ولايات، حيث تسببت الاضطرابات الجوية والأمطار الغزيرة التي تساقطت على عدد من الولايات في هلاك 3 أشخاص وفقدان آخر وإصابة أكثر من 44 بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور خطيرة وفيضانات وكذا انهيارات ناهيك عن تسجيل خسائر مادية كبيرة في أول أيام شهر رمضان الكريم. مقال آخر بجريدة النهار تحت عنوان: زيادة 6 أشهر عن كل سنة في الأقدمية لعمال الجنوب عفوا. وقررت وجاء في نص المقال أنه المديرية العامة للوظيفة العمومي والإصلاح الإداري قررت اعتماد زيادة في الأقدمية لموظفي القطاع العمومي في الجنوب عن كل سنة خدمة فعلية والمقدرة بستة أشهر شريطة ألا تتجاوز المدة الفعلية 6 سنوات. مقال آخر تحت عنوان: تفكيك شبكة وطنية لتزوير ملفات السيارات وحجز 100 ملف قاعدي مزور في البليدة. حيث أحبطت أول أمس فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات بالمصلحة البنائية للشرطة القضائية بأمن البليدة نشاط وتحركات شبكة إجرامية مختصة في تهريب وتزوير ملفات المركبات كانت تنشط على مستوى عدة ولايات من الوطن، تورط فيها 19 شخصاً، أسفرت عن استرجاع 30 مركبة من مختلف الأصناف والعلامات. جريدة الشروق عنونت في صدر صفحتها: 9% زيادة في أسعار سيارات شهر جويليا القادم. حيث جاء في نص المقال أن أسعار سيارات المركبة في الجزائر تتجه إلى تسجيل زيادات عند حدود 9% بداية من شهر جويليا القادم على أقصى تقدير، وذلك بعد أن كانت قد أجبرت وزارة الصناعة والمناجم مصانع تركيب السيارات على مراجعة سياستها في الشق المتعلق بالأسعار، وذلك بعد أن تكفلت بمهمة إشهار أسعار السيارات لدى خروجها من مصانع التركيب. جريدة البلاد عنونت: ادمجوا أكثر من 3000 عامل في قطاع البريد. حيث أعطت وزيرة التربية أو وزيرة البريد عفوا والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات الرقمية أعطت تعليمات للانطلاق في ترسيم أكثر من 3000 عامل في قطاع البريد في إطار عقود ما قبل التشغيل على المستوى الوطني، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم إرسال القائمة الإسمية للمعنيين إلى الولايات للشروع في عملية الترسيم. يومية وقت الجزائر عنونت: بدوي يحذر مافيا العقار. وجاء في نص المقال أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أكد على حرص السلطات العمومية على القضاء نهائيا على البنايات الفوضوية وغير القانونية، لا سيما تلك المشيدة على الأراضي الفلاحية والغابية والشريط الساحلي. نمر إلى الموعد اليومي حيث عنونا: حصة الأسد في العملية 24 للترحيل من نصيب القاطنين بالضيق، حيث ينتظر أن يستفيد أصحاب الملفات ملفات السوسيال من حصة كبيرة من خلال العملية 24 لإعادة الإسكان التي ستنطلق بعد شهر رمضان المبارك، حسب آخر ما صرح به الوالي عبد القادر زوخ الذي أكد أن العملية ستمس 8000 عائلة منهم القاطنين بالضيق.
المشوار السياسي عنوان حجم المياه المعالجة سيصل إلى 600 مليون متر مكعب، حيث أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب بالجزائر أن حجم المياه المستعملة المعالجة سيرتفع إلى 600 مليون متر مكعب سنة 2020، مشيرا إلى أن إنتاج هذا النوع من المياه سيوجه لسقي الأراضي الفلاحية. جريدة المساء عنونت يوسفي صرح أنه سنصدر ما قيمته 120 مليون دولار هذه السنة، حيث أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي بأن ما حققته الصناعة الوطنية من تطور وإنتاج والوصول للاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير خير دليل ورد على كل المشككين في قدرات الجزائر والمشككين في برنامج الحكومة، معلنا عن التوصل إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج الحديد والصلب والتوجه نحو التصدير بما يعادل 120 مليون دولار سنويا. وبهذا نصل إلى ختام معرض الصحافة.